الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وجمالي في ايد أمينة. وصلنا دلوقتي لفقرة أقوى عشرة، والنهاردة أقوى عشرة أخطاء نتكلم عن المسكرة. طبعا يا ستات ويا بنات لا يمكن نستغنى عن المسكرة، ولا أنا، مفيش بنت أو ست ممكن تستغنى عن المسكرة، لأن المسكرة زي ما بنقول بتعمل لك الفاينل تاتش، اوكي، يعني اللمسه الاخيره. لو انا حاطه اي شادو ووهم وفظيع ظل عيون وما حطيتش ماسكارا اكني مش حاطه حاجه، يعني هي فعلا بتحلي وبتحلي العيون جامد جدا. لكن للاسف بنعمل اخطاء كتيره جدا في الماسكارا. خلينا نبدا باول خطا، ان انا افضل احتفظ بالماسكارا سنه واتنين. ما ينفعش الماسكارا لما بنفتحها 6 اشهر نرميها. الماسكارا من اكتر الحاجات اللي بتكون بكتيريا، فبالتالي بيبدأ يحصل حساسية للعيون. طبعا المسكرة بتخلص، بس في ناس ما بتستخدمهاش كتير، فبالتالي بتقعد عندها بالسنة وسنة ونص. فأرجوكوا 6 أشهر لما نفتحها نرميها على طول. تاني خطأ، إن أنا أحط كتير قوي على فرشة المسكرة، فلما باجي أحطها عند عيوني بتكلكع لي رموشي وبتلزق في بعض وبتنشف ويبقى شكلهم وحش. ده بيحصل دايما لما المسكرة بتكون جديدة، لما بتبقى مليانة. فالفكرة ان قبل ما احطها على عيوني احاول امسح منها شوية في المسكرة ذات نفسها، في العلب، في التيوب ذات نفسه، عشان ما يبقاش كتير، لان هو مش بكتره، كتره على طول رموش بتلزق في بعض. تالت خطأ، حركة كلنا بنعملها، ان انا افضل بالفرشة في الانبوبة افضل ادخل واطلع ادخل واطلع ادخل واطلع علشان ايه؟ التملى الفرشة. هي ما بتعملش حاجة على فكرة، هو مجرد ان انت دخلي الفرشة مرة واحدة وتطلعيها، هو ده اللي موجود في التيوب او الموجود في الانبوبة بتاعة المسكرة. الفكرة لما بنفضل ندخل ونطلع الفرشة 100 مرة بيحصل ايه؟ بيخش هوا، فبينشف لنا او بيجفف لنا المسكرة، بلس مع الهوا بكتيريا، يعني بتبقى وحشة للعيون. فهي مرة ونطلعها، بس هي دي حركة عصبية عندنا كلنا يا ستات. رابع خطأ، المسكرة تنشف ومحط عليها نقطة مية، ودي حصلت قدام عينيا. اوكي، ازاي يعني شوية مية؟ بكتيريا على طول، حساسية على طول، مفيش حاجة نخلطها بالمية، لا المسكرة ولا الكريمات ولا أي حاجة. في ستات كده أنا ما بفهمهاش، تقولي لا نقطة مية كده عشان أسيحها شوية، هي مش هتسيح، هي هتبوظ. الخطأ الخامس، إن أنا أحط 100 طبقة مسكرة فوق بعض عشان قال إيه؟ رموشي تبقى حلوة. لا، رموشي هتبقى مخشبة، مش هتبقى حلو. هو بنحط 2 لير أو 3 ماكسيم، يعني بقول 2 كفاية قوي كمان، لكن 100 ليره فوق بعض و100 طبقه فوق بعضها، في الاخر الرموش فعلا شكلها بتبقى مش طبيعي ومخشبه. ان احنا نستنى، يعني نحط لير من المسكره او طبقه من المسكره ونستنى تماما تنشف عشان نحط الطبقه الثانيه، لا مش هتتحط الطبقه الثانيه، اوكي، او هيبقى شكلها غلط، او ممكن اقصر على الرموش لان الرموش بتبقى ناشفه جدا. عشان احط 2 ليرز او طبقتين من المسكره، انا بحط الطبقه الاولى اسيبها يدوبك قبل ما تنشف احط الطبقه الثانيه، هتدي شكل احسن. لكن كوني نحط الطبقه الثانيه والطبقه الاولانيه نشفت ما بتديش اي حاجه. احط المسكره وبعد كده احط ظل العيون الاي شادو، ما ينفعش، لان الاي شادو هينزل كله على رموشك. بل بالعكس، انا دايما بقول قبل ما نحط المسكره نحاول ننفض رموشنا شويه بايدنا كده عشان نوقع لو في اي ظل عيون على رموشنا. اللي هيحصل لو حطيتي او فكرتي تتقلي، في ناس مش هقول بتبدا ظل العيون بعد ما تحط المسكره من سكراتش، يعني من الاول خالص، لكن في ناس ما بيعجبهاش ظل العيون بعد ما تكون حطت مسكره، فتبدا بقى تتفنن وتتقل هنا، لا 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 اتقل العين الثانيه، لا ارجع لدي، فبالتالي بيقع ظل العيون على الرموش والمسكره. تامن خطا، ان انا اجري ورا الماركات والتقاليع في اختيار المسكره. خطا ليه؟ المسكرة بالذات أهم حاجة قبل اللي بتطول وقبل اللي بتكسف وقبل وقبل، إن أنا بص على الفرشة. أهم حاجة في المسكرة الفرشة. ليه؟ لأن الفرشة بتكون ديزايند لعينيكي. بمعنى إيه؟ هو مش مكتوب عليها طبعا، لكن لو أنا مثلا عيوني صغيرة جدا ورحت جبت فرشة تخينة أو عريضة قوي، هتلاقيها بتخبط غصب عنك، لعارفة تجيبي آخر رمشك وتوسقي نفسك بالمسكرة. فأهم حاجة أن أنا نقي الفرشة الحلوة السليمة المناسبة رموشي وطول رموشي وعيوني،
بعد كده ابص بقى انا عايزه مكثف مطول وات ايفر، لكن انا اجري ورا التقاليه، اصل الفرشه دي بتعمل كذا، اصل الفرشه دي بتعمل كذا. لا، لو انت جبتي الفرشه الصح هتعمل لك اللي انت عايزاه. الخطا التاسع، وده في ستات وبنات كتير بيقعوا فيه، ان انا اكون لابسه لانسز نظر او لانسز الوان او وات ايفر، وان انا استخدم المسكرة المكثفه. المسكرة المكثفه بيكون فيها فايبرز، الفايبرز دي هي اللي بتدي تقل الرموش. الفايبرز دي مع اللانسز ما بتنفعش، غصب عنك زي ما تقولي بتتطاير كده وتخش في اللانس. اوكي، فارجوكوا اللي بتلبس لانسز تبعد خالص عن المسكرة اللي فيها فايبرز، اللي هي بتبقى المسكرة المكثفة للرموش. واخر خطأ، ان انا ابقى مبسوطة بنفسي وانا صغيرة وافضل احط مسكرة كل يوم كل يوم كل يوم. ميك اب في ضرر على البشرة، ما ينفعش اهلك رموشي، شعر الرموش ما هواش قوي قوي، والاوحش بقى ان نزيله بمية، والاوحش والاوحش ان انا اكيد انام بيه، لازم نزيل بمزيلات مكياج واكيد ما ننامش. خصوصا يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي بتأذي في الميك اب انا بشوفها المسكرة، اللي بتتعامل مع حاجة رقيقة جدا وهي الرموش. ياريت بجد ما نعملش الأخطاء دي. إيه رأيكم نسمع أغنية ولسه مكملين وجمالك في إيد أمين؟